مساء الخير عليكم أصدقائي. قصة جن حدثت بالسعودية بجدة بمستشفى اسمها المشفى. هاي المستشفى انهجرت وصارت بيها أحداث قبل لا تنهجر. الشباب السعوديين عندهم حب المغامرة وشجعان من هاي الناحية، يعني يدخلون أماكن مهجورة ويشوفون شو اللي صاير بيها. القصة اليوم صارت ويا شخص اسمه عامر وعنده خوي او صاحب اسمه فلاح، مروا من هاي المستشفى وواحد من عندهم قرر يدخل. قصة اليوم مخيفة ومرعبة. اذا انت تحب هيك نوع من القصص يا ريت تدعمني باللايك حتى توصل القصة لاكبر عدد ممكن، واذكروا لي الله يا جماعة الخير وصلوا لي على حبيب المصطفى لان الجن على ذكرهم يحضرون. ويلا نبدي بقصة. اسمي عامر وتقريبا قبل 6 سنين عدنا بجدة مستشفى انهجرت بسبب عملية نصب من فتاة ظهرت بالآونة الأخيرة ولقبوها فتاة الوهم. كانت تنصب على العالم ومن ضمن ضحاياها الشخص صاحب المستشفى. بذاك الوقت نصبت عليه بفلوس وما اكتفت، راحت وبلغت الشرطة وجو الشرطة أخذوه وصارت قضية كبيرة، ويمكن لحد هذا الوقت هو مسجون. وهذا الكلام صار له عدة سنوات، فحجزوا على كل أملاكه من ضمنها المستشفى والمستشفى انهجرت. حتى السيارات اللي بيها لحد هاي اللحظة موجودة برا، أقصد على سيارات الإسعاف والغراض مال المستشفى بالداخل كلها بسجلات المرضى وغيرها من الأشياء. يعني المستشفى انغلقت لكن بوبها وجامها اتكسر وقامت الناس تدخل إلها وتروح. بيوم من الأيام كنت أقود بالسيارة وكان وياي صديقي فلاح ومريت من يمها، وتذكرنا القصة اللي صارت به والفتاة هاي اللي نصبت على صاحب المستشفى وجايين سولف أنا وياه. ما أعرف شلون وأنا جاي أقود لمحت أكو إضاءة بداخل المستشفى كأنه أكو شخص جاي يتحرك بالداخل. وقفت السيارة على جانب الطريق ونزلت وبديت أطالع بالمستشفى، لكن المستشفى كانت ظلمة كلها وماكو أي إضاءة. يمكن أنا كنت أتخيل أو يتهيأ لي أنه أكو إضاءة بداخلها. وبعدها صاحبي كان يقول لي شوف أنا لمحت إضاءة واختفت بسرعة، مع العلم أنا ما شفت أي حاجة. المهم كملت الطريق وبعدها استداريت وصرت يم المستشفى وقلت لصاحبي شنو رأيك عندنا كشافات بجوالاتنا خل ننزل ناخذ فرة بيها ما طول الوقت متأخر. كانت الساعة تقريبا يعني عبرت 12 او هستوى صارت 12. فلاح صاحبي شجاع جدا لكن بنفس الوقت ما يرمي نفسه بتهلكة ابد، فقال احنا شعدنا داخلين لجو ونستكشف شنو هي بناية وصار لها عدة سنين مهجورة. فضحكت بوجهه وقلت له يجوز تطلع مسكونة بجن. قال لي لا، الشارع حيوي وفعلا هي بمكان حيوي واكو محلات لكن كان معزل او كان المعزلات اجمع. فقال لي ما يصير ندخل لي جوه، هسه تجي دورية مال الشرطة ويشوفونا ويحسبونا ان احنا داخلين نسرق. المهم قلت له شوف خلي ادخل لعاد بس انا. قال ليش عندك داخل؟ وظليت اجادة الان وياه الغاية ما قلت له خلص انا راح ادخل انت خليك بالسيارة. وفعلا هو ظل قاعد بسيارتي وانا نزلت اتمشى على كيفي واتلفت يمين ويسار عبالك واحد سارق له حاجة. وبديت اتمشى وحصلت فتحة ودخلت، وبعدها رحت اركض وصرت على الباب مال المستشفى. يوم اللي دخلت اتفاجأت بكمية الاوراق اللي موجودة على الأرض والمعدات اللي كانت مكسرة ومرمية والبوب المخلع. المهم بديت أفتار بالداخل وكانت الوضعية ما أعرف شلونها ومو طبيعية. وصعدت للطابق الثاني وبعدها بديت أفتار بالممرات وأفتح بالبوب مال الغرف المسدودة وأطالع لغاية ما وصلت غرفة كانت بابها مسدودة وفتحتها وكانت بيها معدات جديدة وكأنه واحد عازلهن ومخليهن، لكن وضعية التراب بالمكان والأوراق المرمية على الأرض كانت مخيفة ومرعبة. وكان أسمع أكو أحد يتحرك بالمكان
وكانت حركاته واضحة. دقيقة تقريبا أخذت واني صامت ومطفي الجوال مالتي أول كشاف، وخفت وقلبي صار يدق سريع، وأول مرة بحياتي أشعر بالخوف بهاي الطريقة. المهم حسيت اكو حركة وشفت إضاءة فخفت، يعني ناس متعاطين أو مجرمين أو أي حاجة ثانية. دخلت بأحد الغرف واني قلبي يدق سريع، والغرفة اللي دخلت إلها كان إلها شباك لكن ما مطل على الشارع أو السيارة. فظليت أطالع وواقف يم الشباك وخايف بنفس الوقت، وصوت الحركة كان مو طبيعي. وجيت أرد أتصل على صاحبي وأقول له، لكن ما كان أكو تغطية يمكن بهاي الغرفة، أكو إشارة لكن كانت وهمية. أحاول أتصل عليه ويطلع لي نو سيجنال، يعني ماكو شبكة بالجوال. وهاي الغرفة اللي أنا دخلت بيها ما سديت الباب على الأخير، يعني كانت أكو فتحة صغيرة بالباب، حتى إذا أكو شخص بالداخل يشوف الباب مفتوح شوية ما راح يكملها ويفتحها، لكن إذا كانت مسدودة يصير عنده فضول يفتح الباب. وظليت أطالع، وبعدها كان أكو ميز أو طاولة، ختلت جواها وبديت أطالع، كنت أشوف إضاءة لكن يوم اللي توصل عند الباب تختفي وتجي من الاتجاه الثاني كأنه أحد رايح وراد، لكن لما يوصل الباب يطفي الإضاءة اللي عنده. وكانت الحركة وصوت الأقدام واضحة جدا لغاية ما فتحت الباب بصوتها المزعج اللي ياخذ القلب وياه، وما كان أكو أي أحد. فجأة وكان أحس أنه أكو حرارة مو طبيعية وراي بظهري. يوم اللي التفتت شفت شخص قاعد كان لابس مثل الزي الباكستاني، والشخص اللي كان قاعد رجل عجوز كبير بالعمر. بعد ما شفته للوهلة الأولى تخيلته يعني فد مجسم، أو المهم كان أكو إضاءة عالية شوية جاية من الإضاءات مال الشارع. لكن يوم اللي انتبهت وشغلت جوالي علي، هذا رجل شايب وفاتح عيونه كأنه مجسم. صرخت بصوت عالي وطلعت أركض بالممر، وما كنت أعرف أنه أنا جاي أركض بالاتجاه الخطأ، وبديت أتيه بين الممرات وأسمع صوت مو طبيعي صادر من البوب مال هذا المكان، وأسمع حركة بعد مال أشخاص يمشون. والمشكلة كل ما أسمع صوت الحركة يزيد أنا أشتت أزيد وأخاف وأرتعب، وصرت أتحرك يعني بجنونية وما أعرف وين أروح، وحاول ألقالي أي مخرج يطلعني اللي بره أو ألقى نزلة مال درج تنزلني، لأن اللي أتذكر أني بالطابق الثاني ما أعرف الثالث ما أعرف. المهم أنا كنت صاعد يعني مو بالطابق الأول، لغاية ما سمعت صوت جاي من ورا باب معدني، وما أعرف هاي الباب شنو، وكانت تلمع من النيكل يعني مثل المراية تقدر تشوف وجهك بيها. وبالنسبة لجوالي كان مشتغل وصاير عليه، والمشكلة شبكة ماكو بالجوال. يوم اللي حطيت الإضاءة عليها وعكست على وجهي وكنت أشوف كأنه أكو أحد واقف وراي، التفتت بالمرة الأولى وما لقيت، وشفت الباب شلون تتحرك كأنه واحد بالداخل يريد يفتحها. وصرخ بي صوت عالي وتكلم كلام غير مفهوم بالنسبة لي، وصرت أصرخ بعلو صوتي وأركض مثل المجنون لغاية ما شفت درج، وبديت أنزل على هذا الدرج وسقطت مرتين تقريبا. وحتى بأحد المرات نزلت يعني مثل اللي جاي أحبي، قمت ما أقدر أوقف على رجلي. لكن يوم اللي سمعت صوتي يقول لي شنو اللي خلاك تدخل هنا، وكان يحكي كلام عربي مكسر كأنه شخص باكستاني. التفتت وراي ما لقيت أي أحد، لكن قدرت أنهض وأقوم على رجلي أكمل نزلتي من الدرج، وانضربت على ظهري بكف كبير جدا، وكانت الضربة كأنه بيها نار وحرارة ونزلت على جسدي. وبعدها صرت بالطابق الجو وبديت أصرخ وأتحرك وأحاول أطالع بجوالي بلكي أكو شبكة، وما أعرف شلون ما حسيت غير واني أبواب ثاني، يعني ما طلعني على الشارع اللي كانت السيارة طابقة قريب من عنده. وبديت أركض مثل المجنون لغاية ما وصلت
السيارة ولقيت صاحبي واقف قدام المقدمة وينتظر بي وماسك جواله، وكان يتصل علي، لكن أنا من الخوف ما كنت منتبه إنه جوالي صامت. المهم وصلت ليمه وقال لي ايش بيك خايف، وكان وجهه مخطوف. صعدت بالسيارة وقلت له قود السيارة بسرعة وانطلق، وفعلا قاد السيارة وانطلق. وبهذا اليوم ما قدرت ادخل البيت من الخوف والرعب، وكنت اسولف لصاحبي على اللي اني شفته وصار وياي. مباشرة صدق بي، هو يعرف بي اني احب المقالب، لكن هيئتي وكلامي ما كان مقلب نهائيا، خاصة لما طلعت ظهري له. كان اكو اثر على ظهري، وهذا الاثر كان عبارة عن 3 خطوط، كأنه احد جالدني باحترافية، يعني بين خط وخط المسافة كانت مساوية، والخط اللي كان بالمنتصف كان اطول من الاثنين اللي كانوا على اليمين وعلى اليسار، وكان المرتبطات من جوا بنصف قوس. ما اعرف شنو اللي انا انضربت بيه على ظهري، يوم اللي شافه تفاجئ، وحتى كان الدم محصور بيه تقريبا، وكان ظهري يحرقني جدا واشعر بحرارة مو طبيعية. حتى بذاك الوقت رحت للمستشفى بالليل ودخلوني للطوارئ، كنت خايف وحتى تخربطت وما اعرف، فقدت الوعي. وبعد ما فقدت الوعي قالوا ضغطك، قالوا مهبوط كذا. المهم طلعت من المستشفى تقريبا الفجر، بذيك الاوقات كنت ما اطب للبيت، ووالدي كان دائما يحرص علي ما اطلع، لكن ما اسمع الكلام نهائيا. بذاك الوقت كان عمري تقريبا بالعشرينات وصاحبي كذلك، فهذا الموقف اثر بي جدا وخلاني اشعر بالخوف من اي حاجة مغلقة، وخلاني اشعر بالخوف بعد من اي مكان مهجور، بعد ما كانت عندي شجاعة مفرطة الدخول هيج اماكن. المهم باليوم الثاني صار حادث، وما اعرف هذا الحادث اذا له ارتباط بالمكان. صار حريق بالمستشفى الظهر من العدم، وجد الدفاع المدني وطفوا هذا الحريق، وحتى طلع يعني يمكن بالتلفزيون بوقتها او الناس تناولته ونشرته. هالكلام هذا كان تقريبا قبل 6 سنين او شوية اقل. نار اشتعلت بالداخل من العدم والمستشفى فاضية ومهجورة تماما. منو الى مصلحة يحرق مستشفى مهجورة؟ يعني حتى اذا اراد يضر صاحبها فكل الغراض بيها والمعدات تعتبر تلف، لان الكل مكسر، واذا شعلها فهي مجرد بناية لا اكثر. يعني اذا اجى واحد وراد يشغلها من جديد يراد لها فلوس تنصرف عليها يلا ترجع تشتغل. حتى السقوف الثانوية مالتها كانت مكسرة، انا يعني اللي دخلت بيها. المهم هالموقف هذا مال الحريق يوم اللي صار الظهر اني شفته يعني من برا بس، وبنفس الوقت ما كان له صدى، يعني هسته وصار. اللي صار بهذا اليوم تحديدا انا نمت وحلمت، حلمت حلم لان شخص يفتر بالداخل، الى لحية بيضة وعالي، وكان شايل شعلة مع النار ويشعل الأماكن بيها ويفتر بالمستشفى، وأنا كنت موجود بنص المستشفى وهو يضحك ويحرق بيها، والنار ما كانت يعني تحرق إله أو يفرح يوم اللي تشتعل النار قريبة من عنده أو حتى تلوح جسده. والأغرب من هذا كله كان جسده ما يحترق، وهو كان مجرد حلم. كان صاحبي دائما يتواصل وياي بشكل يومي، لما شافني يعني عقلي استخف بسبب المستشفى قال شو رأيك اجيب ناس وندخل سوا. قلت له من 7 المستحيلات ارجع مرة ثانية او ادخل المستشفى بعد الرعب اللي شفته. وبعدها عدت شهور على الموضوع وصار موضوع بطولي لي، وصرت اتفاخر بي بين اصدقائي يوم اللي نطلع للبار، يوم اللي اجلس بالاستراحات. لكن هالموضوع هذا اخذ من حياتي، وحتى تعالجت يم مطوعين، لكن اصدقائي ما يعرفون بهذا الشيء. كنت اروح بنفسي على الشيوخ واقول لهم مختنق ما اعرف اللي يصير بي. المهم كانوا يقرون علي قران دائما ويقولوا لي حافظ على صلاتك واذكارك وهاي النصائح. يلا شويه خفت مني الاشياء لغايه ما انتهت، وما اعرف ايش قد يعني بالضبط مشت الايام علي او الاشهر، يمكن 5 الى 7 اشهر. والموضوع صار خلص، يعني مثل ما قلت لكم موقف بطولي انه انا دخلت
مكان أو مستشفى. طبعا هاي المستشفى ما انشهرت إنه هي مستشفى يعني مسكونة بجن، بسبب إنه هي بمكان حيوي وما حد يقدر يدخل إلها بأوقات يعني ما متأخرة من الليل، لأن الشرطة يفترون. وحتى إذا أنت دخلت إلها ويوم من الأيام شافتك دورية، فراح أكيد توقع بمشكلة. فبأحد الأيام كنا إحنا ثلاثة، أنا والصاحب نفسه وبعد ويانا شخص اسمه عبد العزيز. وعلى ذكر اسم عبد العزيز، هي هم صايرة بشارع عبد العزيز أو قريبة عليه بجدة. المهم صار كلام، كان يقول أنا عندي فضول أدخلها، شنو رأيكم ندخل؟ بذاك الوقت أنا كنت خايف، لكن ما قدرت أقول لهم أنا خايف ومرعوب، لأن بعدين قمت أتفاخر إنه أنا دخلت مكان بيجن. وحتى إذا صار عندي شوية تهافت أو تراجع من الموضوع أو رعب، لكن أنا شجاع وما يهمني أي مكان. بذاك الوقت قلت لهم أنا دخلت لهيج مكان وما محتاج أدخل. المهم قالوا خلص، لا عاد احنا اللي ندخل. قلت لهم انا راح انتظركم برا. المهم اخذنا لفه بالمكان، وكانت يعني بعد اكو حركه، فخفنا ندخل وواحد يبلغ علينا الشرطه ويجون يصير لنا مشكله. عدت يمكن ساعه واحنا نفتر حوالين المكان، واشترينا اكل واكلنا واخذنا بعد فره. وبعدين صارت الساعه تقريبا وحده، ويلا اجينا من المستشفى. وقفت السياره وقلت لهم يلا. قالوا اذا احنا تاخرنا انت خابر على الشرطه، خلي يجون ويطلعونا. وكانوا يضحكون وياي ويشاقون. الصراحه انا خايف ومرعوب. المهم نزلوا هم يتمشون وفاتوا لجوه، وانا ظليت برا. ماكو دقائق عديده، الشارع ما كان بي احد، اكو زقاق مظلم او شارع صغير مظلم. شفت واحد واقف ويطالع بي كانه عنده حاجه، يعني طالعني ورد يصير بالظلام مثل اللي يختل. المهم شوية ونزلت من السيارة حتى أتأكد هذا الواقف منه، وكان يبدي يتقدم علي. كان رجل لابس زي باكستاني، لحيته لونها أحمر، ويطالع بي وعيونه كانت إلها لمعة غريبة جدا وجدحتها ما أعرف شلونها، وكان مستقصدني وجاي علي مباشرة. لغاية ما صار بيني وبينه غير متر ونص، وكان يقول لي انت ايش عندك هنا؟ قلت له انت ايش عندك هنا وانت ايش رايد من عندي وليش تسالني هذا السؤال؟ كان باكستاني وانا ابن البلد، ما معقوله شخص باكستاني يتحكم بي بنص بلدي. فقلت له وانت ايش عليك وانت من اللي قايل لك؟ المهم قمت ما اعرف اتكلم ولساني ضاع ويا هذا الرجل، وهو بس كان يطالع بي وعيونه كانه عيون يعني مال حيوان والها لمعه غريبه. كان يقول لي اصدقائك ما راح يطلعون، يلا اخذ سيارتك وروح منا، لو تحب تدخل وياهم حتى اسوي بيك مثل المره السابقه يا فلان يا ابن فلان. الشعور اللي انتابني والاحساس بساعته ما راح اقدر اوصفه لكم نهائيا، ولحد هذا اليوم ما اعرف شنو اللي حدث وياي. اذا احد صار يعني ويا فد هيج موقف يا ريت يفيدني هو شنو اللي حدث لي بساعتها. شعرت ان راسي بثقل مو طبيعي، وحسيت ان عيوني تتحرك بداخل راسي، وصارت عندي الرؤية مو طبيعية. شايف لما تمسك جوال بايدك من الجوالات اللي بيها كاميرا وقديمة وما بيها مانع اهتزاز والاضوية، هذا اللي صرت اشوفه. والشخص اللي قدامي ما اعرف كأنه مو ثابت او كأنه مو واحد. وبعدها انطانا ظهره ومشى متوجه للمستشفى، واني احاول اثبت عيونه واثبت راسي عليه، ارد اشوفه وين راح. وبعدها ما قدرت اوقف وما اعرف، اجتني يعني حاله من الخدر بكل جسمي تقريبا، وجلست يم الكفر مال السياره متمدد، وكنت اشعر بجسمي متعرق. وبنفس الوقت كان صدري ضيق جدا كأنه واحد حاط بلوكه فوقه، وما اقدر اتنفس لغاية ما راح ودخل. بعد ما عبر السور مال المستشفى وصار بالداخل، اللي حدث انا فقدت الوعي، وبعدها ما صحيت غيره على شخص يكلمني ويذب علي مي ويقول لي انت ايش متعاطي. اول ما فتحت عيوني كانوا الشرطة، وبديت اقول لهم اصدقائي دخلوا جوا المستشفى، وبدا الضابط يصرخ بي ويقول لي شنو اللي دخلكم وانتش عندك هنا وانت شنو
اللي متعاطيه، صار لك ساعة تتكلم وتقول لا تضربوني لا كذا. ظليت صافن شوي وقلت لهم أصدقائي جو والمكان مسكون بجن. الدورية بذاك الوقت كلبشوا إيدي وخلوا واحد يمي واثنين من العناصر دخلوا لي جوا حتى يجيبون أصدقائي. ماكو تقريبا يعني يمكن 10 دقائق ورجعوا العناصر يركضون ويقولون شفنا ناس جوا وكانوا يختفون يوم اللي نخلي الإضاءة عليهم. صعدوني بالدورية مال الشرطة وواحد كان يقود بسيارتي وابتعدنا شوية عن المكان مال المستشفى، وبدأ الضابط يتكلم وياي ويقول لي انت شنو اللي مسويه واصدقائك وين؟ اتصل عليهم. بديت اتصل عليهم، جوال كان يرن وما حد يفتح خط، والجوال الثاني كان مغلق. بعدين قلت لهم دخلوا لي جوا يكتشفوها بسبب تحدي بيناتنا، يعني ظليت اكذب عليهم في سبيل يساعدونا او تخف علينا يوم اللي راح يلقوهم. وكنت خايف عليهم فعلا ومرعوب، لان قبل هاي المرة صارت يعني بي وعرفت ان المكان مسكون، لكن هم الله يهديهم ما اعرف شلون حبوا يدخلون للمرة الثانية. المهم الضابط كلم الدعم او كلم المركز مال الشرطة ودزوا سيارة بعد وحبوا يدخلون للمكان ودخلوا لجوه. حصلوا واحد من اصدقائي متمدد على الارض قريب على الدرج بالدخولية والجوال مات مكسور، اما بالنسبة للثاني كان ما موجود يعني بالطابق نفسه. دوروا وما لقوا، كانوا يسمعون صوت مال آهات. يوم اللي صعدوا لقوا بالطابق الثاني بأحد الغرف كان ممدد ومضروب على راسه بآلة حادة والضربة كانت قوية. تصوروا من شدة الضربة كان عنده ارتجاج بالمخ وكان بمكانه ممدد ويصرخ لكن بصوت ناصي. وبعدها أخذوهم وراحوا للمستشفى، وانا توقفت للمركز بهذا اليوم وما قدرت اغمض نهائيا، وجو اهلي واهلهم وصارت مشكلة بوقتها. بعدها يوم اللي صح اللي كان مضروب براسه تكلم وقال شفت ناس يفترون بالداخل وكانوا كأنه باكستانيين، واحد ضربني على راسي بعد ما اني دفعته. وكان يعني يتكلم وهو خايف وقل له هم بشر ولا مو بشر، يقول ما ادري اذا كانوا بشر. لكن الشرطة يوم اللي دخلوا ما لقوا اي احد، وحتى ثاني يوم بالنهار دخلوا بالمستشفى ما لقوا اثرات على الارض كثيرة مثل ما كنا نشوف بالليل العالم تتنقل به. ومن ذاك اليوم صارت يعني هالمستشفى هاي كابوس، انه كل ما نفوت من يمها نتذكر هذا الموقف اللي حصل انه. وبالنسبة لصاحبي اللي كان ممدد قريب على الباب وعلى الدرج هم تكلم وقال شفت احد يتحرك وراي، التفتت ما لقيت اي شخص وكان الجوال بايدي ادور على شبكة وما حسيت غير اطفال يركضون وواحد من عندهم ضربني. بالبداية كانوا اثنين نزلوا من الدرج وواحد دفعني او دفشني بايدي وسقطت واغمى علي والجوال كان مات على الارض مكسر. فهذا كل اللي صار ويانا يوم اللي دخلت انا ويوم اللي دخلوا أصدقائي. أكو ناس يقولون أحيانا نسمع أصوات غريبة صادرة من الداخل كأنه واحد يحرك غراض. بالبداية كنا نتصل على الشرطة ونقول أكو أحد يسرق، تجي الشرطة تدور وما تلقي. وأحيانا أكو ناس يقولون نشوف إضاءة بأحد النوافذ الزجاجية كأنه واحد يعني شايل بإيده كشاف ويكبس ويشعل للعالم. وهاي كل الأقاويل اللي طلعت على هاي المستشفى، وانا دائما اجيب لكم القصص الجديده والحصريه، فلا تبخل علي باللايك. وارجع واذكرك واقول لك ان الاماكن اللي تنهجر فتره تنسكن بالجن، ما يصير انت تروح وتتطفل عليهم. مثل ما انت عندك حرمه وخصوصيه هم كذلك عندهم خصوصيه، ما يصير تروح وتتطفل عليهم. وحفظنا الله واياكم من شياطين الإنس والجن، وانتظروني غدا بقصة جديدة إن شاء الله.